السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا دايما بخير. بسيط بتقدم لكم في الفيديو ده تفعيل وإيقاف تفعيل خيارات المطور للهاتف أوبو F11 موديل CBH1911 إصدار الأندرويد 10. خيارات المطور ليها مميزات ممكن تساعدك في حماية جهازك واستخدام وتسهيل الجهاز للمستخدم بشكل أفضل، وكمان ليها سلبيات وممكن منها تفقد بياناتك بشكل كامل أو حتى تحتاج إلى عمل سوفت وير للجهاز، ده في حالة استخدامها بشكل خاطئ. ولتفعيل خيارات المطور في البداية بندخل على الضبط أو الإعدادات، بننزل تحت خالص وبندخل على حول الهاتف، بندخل على الإصدار، بتضغط على رقم الإصدار ضغطات متتالية لحد ما يظهر إشعار أسفل منتصف الشاشة أنت الآن في وضع المطور. وللدخول على خيارات المطور بنرجع لصفحة الإعدادات الرئيسية مرة تانية، بتدخل على الإعدادات الإضافية، بتنزل تحت خالص وبتدخل على خيارات مطور البرامج. وعلشان تلغي تفعيل أو تعطيل خيارات المطور، كل اللي عليك إنك تلغي تفعيل أول اختيار في الصفحة. بمجرد إلغاء تفعيل الاختيار ده كده أنت لغيت تفعيل خيارات المطور أو عطلتها. يا رب الفيديو يكون عجبكم وأكون قدرت أقدم حاجة مفيدة. أتمنى لكم دوام الصحة والعافية.